حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج البيئة وعي، هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة، وسنتابع بحلقتنا لهذا اليوم أهم الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها وزارة البيئة، والبداية من العناوين. أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ خطة التكيف الوطنية. المركبات وصديقة للبيئة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما نشاهد في هذه الحلقة الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات. منظمات المجتمع المدني ودورها في المساهمة للحفاظ على البيئة، أهم ما جاء في اجتماع وزير البيئة وكالة الدكتور جاسم الفلاحي مع ممثلي هذه المنظمات لإشراكها في تنفيذ خطة التكيف الوطنية. المزيد في سياق التقرير الآتي. هذه الوزارة تفتخر بوجود منظمات متخصصة بالشأن البيئي، سواء منظمات متخصصة في موضوعة التغيرات المناخية أو منظمات متخصصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ خطة التكيف الوطنية وفي الحفاظ على البيئة العراقية وتحسينها من خلال حملات التوعية والتثقيف التي تقوم بها، هذا ما تناوله الاجتماع الذي ترأسه وزير البيئة وكالة الدكتور جاسم الفلاحي بحضور مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط الدكتور شاكر أحمد الحاج، وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالوضع البيئي في البلاد. وضحنا الصورة والمشهد بشكل واضح، وسنحاول خلال الفترة المقبلة أن ننمي قدراتهم من خلال ورشات تدريبية لهذه المنظمات، وأيضا نشركهم بأدوار كثيرة تهم خطة التكيف الوطنية التي وضعتها الحكومة العراقية بالتعامل مع التغيرات المناخية. وأيضا هذه المنظمات وجهودها وإمكانياتها سيكونون شركاء للوزارة من خلال دائرة التوعية والإعلام البيئي في باقي المفاهيم البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأن نحن كحكومة وكدولة ما ممكن أن ننهض في هذا الملف دون أن تكون الجهد المدني ومنظمات المجتمع المدني هي الشريك الرئيس لنا في تحقيق هذه الأهداف. دور المشاركة مالتنا هو إضافة أفكار نحاول من خلالها بأنه أو تحاول كل منظمة بطبيعة عملها وبتخصصها في المجال البيئي أن تشارك وزارة البيئة بالأفكار والمفاهيم. وواحدة من الأشياء المهمة التي يعني جئنا جميعا من أجلها هو التوعية. ممثلو المنظمات المختصة بالشأن البيئي أكدوا أهمية تضافر الجهود لمواجهة المخاطر البيئية التي يعاني منها بلدنا، وفي مقدمتها الارتفاع المفرط في درجات الحرارة والجفاف والتصحر والعواصف الترابية وانخفاض مناسيب المياه وانحسار الأراضي الصالحة للزراعة. يعني من الضروري أنه يكون لمنظمات المجتمع المتخصصة في البيئة والطاقات المتجددة والتغيرات المناخية أن يكون لها دور مهم في وضع سياسة واضحة للبلد للخروج بحلول عن أزمات البيئة والمناخ التي تواجهها العراق. نفخر بحضورنا للقاء اللي يخص منظمات المجتمع المدني مع وزارة البيئة، حيث أن المنظمات المجتمع المدني دور كبير في رفد ودعم الوزارات بالبرامج، وكذلك بالدعم بتطوير الأمور الصحية والبيئية الخاصة ببلدنا. وجود المستوى الحكومي ووجود الـNGO كذلك التعاون المشترك الذي راح يكون له أهمية على المواطن، كون هذا التغيرات تأثر على البيئة والمجتمع، فلا بد من وضع آليات وخطط واستراتيجيات جديدة للحد من هذه الظاهرة المناخية التي باتت تؤثر على المجتمع. يعد العراق ضمن الدول الخمس عالميا الأكثر هشاشة في موضوع التغيرات المناخية، مما يستوجب ويستدعي اتخاذ خطوات لمواجهة هذا الملف المهم والحيوي الذي يرتبط ببيئة وحياة المواطن العراقي.
لك يا دجلش حلو ليلك وسمارك ميك 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 يا دجلش حلو. أوي تعبتني أبو نشأت. أبو نشأت أبو نشأت عيني في دول قلبك يا بي، ما دام فاتح الماطور والمي توز اغسل لنا السطيح، خلي اليوم ننام على البراد. ها وبطريقه كرشي لنا الحديقه واغسل لنا الجراج. حاضر. مو تنسى. ماشي. منو؟ اجاك اجاك. اهلا استاذ عرفان. يا عرفان انا من ورا المي ما تكسرت استاذ غرقان. اهلا بك استاذ غرقان. استاذ عرفان مربي الاجيال صاعده. لك بابا يا صاعده يا نازله عمي من ورا هذا المي مالتك والصنده مالتك صار طوفان بالمنطقه. يعني شلون ما نغسل هسه بس احنا؟ عمي اغسله بس مو 24 ساعه، غسله بالاسبوع مره ما يصير. يابا ماطورنا ونلعب به، شنو الغرض من الناس؟ هذا شلون حكي؟ شلون حكي ابو نشأت؟ بعدين يا اخي استحي استحي من جيرانك، مو هم الناس تريد تغسل، تريد تشرب ماي، تريد تغسل مهدومه، ما يصير مو هذا هدر بالماي. هسه درينا بيك مدرس وطنيه، صرت وطني براسي؟ ابو نشأت الوطنيه ما تدرس. الوطنيه انتماء، وبعدين انت بهدرك للمي تساهم بهدر المي وخراب بلدك. طبعا انت خجلتني وكلامك كلش اثر بي، ومن هاي اللحظه بعد ابد ما اشغل الماطور. ام نشأت طفي الماطور. وانا كلش وين قعدتني وين؟ انا كلش اسف. المركبات صديقة للبيئة، ووضع تسهيلات لتشجيع اقتنائها هدف تسعى لتحقيقه وزارة البيئة. التقرير المصور الآتي يسلط الضوء على هذا الموضوع فلنتابع. على ما يبدو أن كبريات الشركات العالمية باتت تتجه لإنتاج السيارات الهجينة الهايبريد الصديقة للبيئة، التي تعتمد على البطاريات القابلة لإعادة الشحن وعلى نظام حركي مؤلف من نوعين مختلفين لتخزين الطاقة وتحويلها إلى حركة. النوع الأول يأتي من خلال استخدام السيارة لمحرك كهربائي قادر على توليد الحركة اللازمة لتحريك المركبة بفضل البطارية الكهربائية القابلة للشحن. إلى جانب ذلك يأتي النوع الثاني والتقليدي من خلال محرك احتراق داخلي يولد الحركة من خلال استهلاك الوقود. السيارة جدا ممتازة، وسيارة الهايبرد اللي انطلقت في هذه السنة سيارة من ناحية بدون انبعاثات غازية، صديقة للبيئة، مصاحبة للبيئة، سيارة اقتصادية جدا بحيث تصرف بال 800 كيلو تقريبا 37 لتر، سيارة ملائمة للأجواء العراقية. ولأهمية هذا النوع من المركبات أكدت مديرية المرور العامة في وقت سابق أنها اتخذت إجراءات وقرارات مهمة، أولها إعفاء هذا النوع من المركبات من رسوم لوحات التسجيل، وذلك بعد المقترح الذي قدم من عدة وزارات للحفاظ على البيئة. بالنسبة للسيارات الهجينة صدر القرار رقم 13 لسنة 2020 قرار مجلس الوزراء الخاص بالمركبات الهجينة وعملية تسجيلها في بغداد. كذلك صدر القرار رقم 16 لسنة 2022 الخاص بالسيارات الكهربائية. حقيقة أن المركبتين هن من أصدقاء البيئة نعتبرهن، وهذن المركبات الحقيقة صار بيها في التوجيه بالنسبة لنا وكقرار مجلس الوزراء عفاهن أيضا من الرسم السيادي الرسم الخاص باللوحة، وجميع المركبات هذه تسجل في دوائر المرور معفية من رسم اللوحات اللي هو من 500 ألف على كل سلندر. يعني بالنسبة للسيارة الأربعة سلندر راح يكون الإعفاء مالها مليونين، والسيارة الستة سلندر راح يكون إعفاءها 3 ملايين. نتمنى من مواطننا الكريم أن يجربها وأن يكون يقودها، لأنه الحقيقة هي مركبات حديثة، وهذه المركبات الحديثة هي صديقة للبيئة وأيضا ما بها انبعاث. نعمل جاهدين مع مديرية المرور العامة مع الدوائر ذات العلاقة من أجل نشر أهمية استخدام هذا النوع من السيارات وتقليل التلوث، والحقيقة هو التوجه العالمي كله بدأ موضوع التغيرات المناخية. وعلى الرغم من قيام الكثير من الشركات العالمية المنتجة للسيارات بطرح نسخة هجينة من بعض طرازاتها،
إلا أن فكرة الاعتماد الكلي على سيارة تعمل بمحرك صديق للبيئة فقط من دون محرك يعمل بالبنزين أو الديزل ما زالت حتى هذه الساعة قيد الدراسة. الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أي التي لا تنفذ وتختلف جوهريا عن الوقود الأحفوري من بترول وفحم وغاز طبيعي أو الوقود النووي الذي يستخدم في المفاعلات النووية ولا تنشأ عن الطاقة المتجددة عادة مخلفات كثنائي أكسيد الكربون أو غازات ضارة أخرى. أنواع الطاقات المتجددة: أولاً الطاقة الشمسية، ثانياً الطاقة الحيوية، ثالثاً طاقة الرياح، رابعاً الطاقة الكهرومائية، خامساً الوقود الحيوي المستدام، سادساً طاقة ظاهرتي المد والجزر. مميزات الطاقة المتجددة: هناك مجموعة من المميزات التي تتمتع بها الطاقة المتجددة وتجعلها مصدراً مميزاً للطاقة. أهمها: تتواجد الطاقة المتجددة بشكل جيد في كافة أنحاء العالم، تعد الطاقة المتجددة صديقة للبيئة ونظيفة، تتواجد بشكل دائم وتكون قابلة للتجدد مرة أخرى، يسهل استخدامها بالاعتماد على تقنيات وآليات بسيطة، تمتاز بأنها طاقة اقتصادية جدا، تعد عاملا مهما في التنمية البيئية والاجتماعية والمجالات كافة، تساعد على خلق فرص عمل جديدة، تساعد على التخفيف من أضرار الانبعاثات الغازية والحرارية، تمنع هطول الأمطار الحامضية الضارة، وأخيرا تحد من تجمع النفايات بكل أشكالها. تابع معكم الحقيبة الإخبارية لمديريات البيئة في بغداد وباقي المحافظات، ابقوا معنا. أقام مركز الوقاية من الإشعاع الدورة التدريبية متطلبات الوقاية من الإشعاع والأمان الإشعاعي في المجال الصناعي والنفطي للعاملين في حقل الإشعاع المؤين ضمن القطاع الصناعي في وزارة النفط. مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع الدكتور صباح الحسيني بيّن أن الدورة تضمنت عدداً من المحاضرات التي تم خلالها تزويد المشاركين بمعلومات عن الإشعاع المؤين وأنواعه ومخاطره ومبادئ السلامة المهنية الواجب على العاملين اتباعها أثناء العمل لتأمين سلامتهم من مخاطر التعرض غير المبرر للجرعات الإشعاعية. وتم خلال الدورات الإجابة من قبل المحاضرين عن كافة الاستفسارات المشاركين، كما وتم إجراء اختبار في نهاية الدورة لمعرفة مدى استفادتهم من مفردات الدورة وتزويد المشاركين بشهادة المشاركة فيها.
تابعت الفرق الرقابية في مديرية بيئة البصرة المخالفة التي دونتها اللجنة الكيماوية المشكلة بالأمر الديواني الصادر من رئاسة الوزراء. وبين كريم عبد الخيص مدير بيئة البصرة أن الفرق الرقابية التابعة للمديرية أجرت زيارة ميدانية لمجموعة من المواقع لمتابعة آلية خزن المواد الكيماوية فيها، مضيفا أن الزيارات شملت ميناء خور الزبير وميناء أم قصر ومخازن المواد الكيماوية التابعة لحقل السيب الغازي ومخازن المواد الكيماوية التابعة لشركة هاليبرتون ومخزن المواد الكيماوية الموجودة في جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الصرفة لمتابعة تنفيذ التعليمات الخاصة في جمع المواد الكيماوية، وتم خلالها إعداد الاستمارات الخاصة بالكشف البيئي. منحت مديرية بيئة بابل خلال الأشهر نيسان آيار حزيران 57 موافقة بيئية لبعض الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية في المحافظة بعد إجراء الكشف الميداني لها. مدير بيئة بابل مكي هادي عمران قال أن الفرقة التابعة للمديرية قامت بإجراء كشوفات بيئية لعدد من الأنشطة والمشاريع وتبين تطبيقها للتعليمات والتزامها بالشروط والمحددات البيئية، مضيفا أنه تم منح 57 موافقة بيئية تضمنت إنشاء محطة أساسية ومدارس وأبراج للاتصالات وأفران صمون ومعامل للمياه الصحية ومعامل غذائية ومنظفات، وكذلك إنشاء معمل صناعات معدنية وتصنيع الأدوات الاحتياطية لمكائن السيارات. أجرت الفرق الفنية في مديرية بيئة نينوى جولات تفتيشية في قضاء تل عفر لمتابعة التزام المؤسسات بتطبيق الشروط والمتطلبات البيئية. مدير بيئة نينوى خالدة محمود صالح قالت أنه تم زيارة مستشفى تل عفر العام ومتابعة عزل النفايات في صالات الطوارئ والعمليات والردهات والمختبرات والاستشاريات، مشيرة إلى أنه تم توجيه الكوادر الطبية بالإجراءات اللازمة للتخلص الآمن من النفايات الطبية وكيفية التعامل الصحيح معها خصوصا فيما يتعلق بعملية العزل، مؤكدة أن هنالك مستوى عالي من الاهتمام بالنظافة داخل ردهات المستشفى مما يعكس الالتزام العالي بالشروط الصحية والبيئية. نفذت فرق مديرية بيئة الأنبار حملة توعوية موسعة في ناحية حصيبة الشرقية والمضيقة التابعة لقضاء الحبانية لأصحاب محل الجزارة والمواطنين حول خطورة الإصابة بالأمراض الانتقالية. مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط الدكتور شاكر أحمد الحاج قال أن الهدف من تنظيم الحملات التوعوية هو نشر الثقافة بين فئات المجتمع وإعداد قدراتهم على تفاعلهم الإيجابي مع أهم القضايا البيئية. الحاج أضاف أنه تم خلال الحملات توجيه القصابين عدم التعامل مع الأغنام المريضة أو التي تبدو عليها آثار أي مرض والإبلاغ عنها لتجنب انتقال أي نوع من الأمراض، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بطرق الوقاية عند جز الحيوانات وبيعها حفاظا على سلامة الجميع، موضحا أنه تم توزيع عدد من البوسترات الخاصة بالتوعية البيئية الخاصة بالمرض. استجابة لشكاوي أهالي منطقة المهدية بمحافظة ذي قار من وجود حظائر للأبقار والأغنام داخل الأحياء السكنية، قامت الفرق الفنية لمديرية بيئة ذي قار بإجراء الكشف الموقعي والبيئي على الموقع له، وتبين وجود المواشي وكميات من العلف الحيواني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. يجب أن ننشر الوعي بين الناس وننبه أطفالنا إلى الحفاظ على البيئة، فهذا واجب وطني. إذن مشاهدينا الأكرم، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر، كنت معكم أنا غفران حسن، إلى اللقاء.